صفات ومكونات ومعايير تدخل إلى الطبخة الرئاسية، وكل مين له ذوقه، ذوق طائفي وآخر سياسي. فماذا عن ذوق الشعب؟ أليس الرئيس وقبل أن يصبح رئيساً كان من الشعب؟ صوت لبنان سأل المواطنين عن مواصفات رئيسهم المقبل. بدنا رئيس جمهورية اقتصادي، لا بدنا عسكر ولا بدنا سياسي. شفنا عسكر شو عمل، بدنا رجل اقتصادي ينهض بالبلد، يكون وطني، يكون يخاف الله، يكون عنده ضمير، يحس الشعب وولاده، مش غنم، مش يبيع البلد. حرقونا. نحن بدنا رئيس جمهورية مثل بشير جميد، بدنا رئيس يضرب ايده على الطاولة ويحكي ويحاسب، مش عفا الله عما مضى وصفقات من تحت الطاولة. رئيس المقبل لازم يكون منقذ للبلد، خاصة بالأوضاع يلي نحن عايشين فيها، لازم يكون على مسافة من الكل، لأنه لما يكون وطني بده يكون يجمع كل الأطراف. الاختصاصية في علم الاجتماع الدكتور مي مارون تناولت اختيار الشعب لصفات الرئيس من الجانب الاجتماعي. لبنان بأزمة كتير كبيرة، وهي أزمة حياة أو موت. مثلا ما يكون في رئيس جاي، مثلا شو بعرفني فرانسوا أولاند، بيوعد الناس إنه أنا إذا جيت رئيس راح أعمل لكم هيك، ساركوزي، ماكرون، بيوعدهم بأشياء، خفف البطالة، اهتم أكثر بالبيئة، إنه هيدي بتصير رفاهية لأنه بلدان غنية، بس نحن فقر وتعتير وهجرة وبطالة وموت على بواب المستشفيات. دونك بدنا الأشياء الأساسية، إنه بدهم يعيشوا، بدهم يأكلوا، بدهم يشتغلوا، إنه حيادي مش حيادي. إنه أول شيء بدنا رئيس يقدر يخلينا نعيش بكرامة ببلدنا، مش مهرب من البلد، نتمنى أي بلد تاني يخدنا. هيدي بظن إنه هيدا الأزبط شيء، والناس اللي بحبوا يفلسفوا الأشياء بيحكوا غير شيء، إنه نحنا من الكادرات لأقل شيء كل الناس متضايقة لأنه معاشاتها ما عم تأديها وما فيها فرص عمل، وعم بخبطوا يمين شمال ليشوفوا كيف بدهم يفلوا أو حدا يساعدهم من برا جمعيات. بدنا رئيس يحمل هم أولاد بلده، يوقف الهجرة، يشتغلوا، يأكلوا، هيدي أهم شيء. في الطبخة الرئاسية قد تكثر المكونات والمقادير إلى حد فساد الطبخة وجعلها في قائمة الفراغ الرئاسي والتشتت الحكومي، وليس أفضل من المثل القائل كثرة الطباخين تفسد الطبخة. رانيا بيت، صوت لبنان.